بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن ها قد وصلنا إلى الوضعية الأخيرة، الوضعية 11 في تمارين أو في تقويمات الشاردة والمحلول الشاردي من الصفحة 39. إذن ها هي الوضعية أمامنا. يقول: تجربة مع محلول مائي لكبريتات النحاس. يحتوي الوعاء المبين في الشكل على محلول مائي لكبريتات النحاس ثنائي. إذن لدينا هذا هو التركيب، دارة كهربائية تحتوي على محلول كبريتات النحاس. يقول في السؤال الأول: كيف تسمى هذه التجربة؟ يعني بدون إطالة، هذه التجربة هي تجربة هجرة، تسمى تجربة هجرة الشوارد. يقول في السؤال الثاني: أعد الرسم، رسم المخطط على كراسك موضحا إشارتي المسريين واسم الجزيء. نعم، إذن أعدنا الرسم كما طلب منا، هذا هو رسم المخطط. سنوضح إشارتي المسريين. إذن المسرى يعني الساق المغمور في المحلول المتصل بالموجب، سيحمل الإشارة موجب كما تلاحظ، وسيسمى بالمصعد. هذا المسرى يسمى المصعد. التسمية تتبع قطب المولد، يعني ما دام هذا المسرى، هذا الساق المغمور في المحلول موصول بالجهة الموجبة للمولد أو البطارية، سنسميه المصعد ويشار له بالإشارة زائد. في حين أن المسرى الثاني المتصل بالجهة السالبة للمولد، هذا المسرى نكتب عليه أو نضع عليه الإشارة ناقص ونسميه المهبط، المسرى السالب أو المهبط. إذن هذا بالنسبة لتوضيح الإشارتين. بعد ذلك طلب منا تسمية الجزيء. إذن فأين هي الجزيئات الموجودة في هذا المحلول؟ فالجزيئات الموجودة يقصد بها جزيئات الماء، وهي الملونة هنا أو الثلاثية التي تتكون من ذرة حمراء وذرتين باللون الأبيض، وهو تمثيل لجزيء الماء. إذن فالجزيئات الموجودة في المحلول هي جزيئات الماء، صيغتها الكيميائية H2O. بعد ذلك رقم ثلاثة: وضح بواسطة سهم جهة حركة كل شاردة في المحلول. أين هي الشوارد؟ إذن لدينا شاردة ملونة باللون الأزرق كتب عليها 2 زائد، وفي المعطيات هنا 2 زائد تعبر عن شاردة النحاس الثنائية، شاردة النحاس الموجبة الثنائية. والملونة باللون الرمادي أو الأسود تحمل الإشارة 2 ناقص وتعبر عن شاردة الكبريتات SO42 ناقص، شاردة الكبريتات. يطلب منا هو أن نوضح اتجاه أو جهة حركة كل شاردة في المحلول. إذن نمثل الشاردتين، هذه شاردة النحاس تحمل الإشارة 2 زائد، لاحظ أنها ستنجذب من المحلول إلى الجهة السالبة لأنها موجبة. في نفس الوقت شوارد الكبريتات السالبة المنتشرة في المحلول لكونها سالبة ستنجذب بهذا الشكل إلى الجهة الموجبة أو المسرى الموجب، أي إلى المصعد. شوارد النحاس الموجبة تنجذب إلى المهبط، شوارد الكبريتات السالبة تنجذب إلى المصعد، وبالتالي يكون لنا هنا فعلا ما يسمى بهجرة الشوارد. هجرة الشوارد الموجبة نحو المهبط، وهجرة الشوارد السالبة نحو المصعد. ثم يقول لنا: بين بالأخضر جزء الدارة التي تتحرك فيها الإلكترونات محددا بسهم جهة حركتها. إذن ها قد لونا الجزء الذي تنتقل فيه الإلكترونات وليست الشوارد. إذن فكل ما تبقى من الدارة الكهربائية غير ملامس للمحلول تنتقل فيه الإلكترونات، يعني الجزء العلوي من الساق أو من المسرى الذي لا يلامسه المحلول لهذا الساق أو لهذا الساق وباقي الأسلاك كلها ستنتقل فيها الإلكترونات. إذن حدد جهة حركة الإلكترونات تخرج من المولد، من المولد أو العمود بهذا الشكل، هذا هو اتجاه الإلكترونات، لتمر بالأمبيرمتر وتمر إلى الجزء السفلي، الجزء العلوي من المهبط إلى غاية هذا الجزء. هنا هذا اتجاه حركة الإلكترونات.
في الجهة الثانية من الجزء غير المغمور تصعد الإلكترونات إلى المصباح لتمر إلى المولد. إذن هذه هي حركة أو هذا هو اتجاه حركة الإلكترونات هكذا. أما داخل المحلول فليست لدينا حركة إلكترونات وإنما هجرة شوارد، وبالتالي سيكون التيار الكهربائي في هذه الدارة ذو طابعتين، طابعة شاردية في المحلول وطابعة إلكترونية في الأسلاك المعدنية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وهذه السلسلة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.